بداية الإنسان علشان يقدر يعالج من وين بتيجي الأفكار السلبية وكيف بده يتخلص منها، أول الطريق اللي هو اللي إحنا بنسميه positive self-talk، تحدث الإنسان مع نفسه بإيجابية، ما يجلد الإنسان ذاته، يكون الإنسان رحيم مع كلياتنا. بنغلط، كلياتنا عنا أفكار، كلياتنا عنا طرق مختلفة للوصول إلى أهدافنا، ولكن الإشي اللي إحنا بنبحث عنه ومندور عليه اللي هو إحنا بنقول يجلس الإنسان مع ذاته لفترة من الزمن، بنسميه هذا post statement، يقعد مع ذاته يفكر فيها، يفكر في أفكاره ويخلخلها، يلاقي نقطة للانطلاق من خلال تحليله لنفسه. من أهم الأمور إنه الإنسان علشان يقدر إنه يصل إلى السعادة إنها بتعطي الإنسان شعور بالحرية الحقيقية. متى يشعر الإنسان إنه حر؟ مش داخل منقول وراء قضبان مسجون أبداً. في ناس كتير، في فلاسفة كتير كبار كتبوا عن الموضوع، وفي أشخاص شاركوا تجاربهم من وراء القضبان وما زلنا أحرار. وفعلاً هو الإنسان بيقدر يسيطر على ذاته، يسيطر على حياته إذا أخذ القرار هو. إذا سألنا حالنا سؤال واحد، مين اللي بيسرق سعادتنا؟ إذا منتطلع بالمراية بيعرف الإنسان مين بيسرق سعادته. أنت، كل شخص بيسرق سعادته هو من حاله، هو اللي بيقرر أنا بدي أكون سعيد أو لا. في اللحظة اللي أنا بقرر بدي أصنع الاستقرار في حياتي علشان أكون سعيد، كونوا على ثقة أنه لن تصلوا إلى السعادة، لأنه هي السعادة بعيدة كل البعد عن الاستقرار. إذا إحنا بنبحث عن الاستقرار فإحنا عم نخالف الطبيعة. الدنيا فيها 4 فصول، معقول أنا أقرر في يوم من الأيام بدي أعملها فصلين؟ أبداً. التكيف والتغير هو أساس الحياة، هو أساس السعادة. لو بقينا على وتيرة واحدة رح تلاقي نفس البشرية ذاتها في حالة كآبة، حنلاقي المواقف اللي حوالينا حنشعر بعدم الاستقرار الذاتي ولو وجدنا استقرار خارجي. الاستقرار الخارجي هو اللي بيؤدي الإنسان إلى التطور، هو اللي بيجعلك إنسان أفضل. الخروج من، إحنا الناس بتقول نبحث عن الكومفورت زون، لا، إحنا بدنا نطلع من الكومفورت زون، ما بدنا نبحث عنها، لأنه السعادة مش بالكومفورت زون. بدي أزيد على كلام زينة، إنه هو بالنسبة للحرية والسعادة قديش مرتبطين مع بعض ارتباط وثيق. يعني باللحظة إنه الواحد بحس إنه أنا سعادتي هي إشي مفهوم يرتبط فيي أنا، لا يرتبط بالآخرين، بشعر بحرية لما أنت تكوني حرة. إنه أنا سعادتي غير مرتبطة لا بزوج ولا بأخ ولا بأخت ولا بمجتمع، إنه أنا إشي يعني بأستطيع الحصول عليه من ذاتي، هذا إشي يشعرني بالحرية أنا، ما بجعلني أسيرة، ما بجعلني مقيدة، إنه أنا نفسياً إنه دائماً حياتي مرتبطة بالآخر، بتصرفات الآخر. لما أنا أكون عندي source of happiness، عندي مصدر خاص جواتي، هذا المصدر بيقدر يحصل عليه الإنسان بطرق متعددة. ممكن الناس يحصلوا عليه بالتأمل، بالرياضة، بالعطاء. أهم إشي بالحياة الإنسان لما يكون هو عم بيعطي الآخرين، بس بيعطيهم مش بطريقة إنه بضحي بشعر بالكبت، لا، بعطيهم من مصدر قوة. أنا بدي أعطي. ودائما أنا بحكي شغلة، طبعا هي رحم الله امرئ أن عرف قدر نفسه، إنه طبعا قدرك عظيم عند الله، بس كمان هاي المقالة معناتها إنه ما بعطي لدرجة إني أنا تنسحب مني الحياة. دائما في عنا منطقة نقعد فيها إحنا ناخد نستزيد منها من الطاقة الداخلية، من السعادة، إذا كانت هي مديتيشن، إذا كانت تأمل، إذا كانت رياضة، إذا كانت مزيد من العطاء. أي إشي الإنسان لازم يكون فيه له وقته لنفسه يقدر يصنع فيه سعادة ذاتية. لا يجوز إنه يعتمد على أي شخص بالعالم لسعادته، ما بيصير أي إشي. لازم أنا وأنا قاعدة لحالي أكون إنساني سعيدة. إذا ارتبطت بأي شخص أو بأي موقف فأنا بصبح إنه أسيرة ومقيدة للمواقف، يعني هي اللي تتحكم فيها.